هل تصح نقل الولاية من الأب بسبب عضه دون سبب شرعي دون إعلامي بسبب خوف من تنقل له الولاية؟ ما هو إذا أعضل الوالد، يعني رجل رفض أن يزوج ابنته، سألنا لماذا؟ قال هكذا، أنا أريدها جنبي تشتغل وتجيب لي فلوس. ظلمها فيزوجها المأذون، أو يزوجها رجل آخر من العصابات الأقرب فالأقرب.